السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. اليوم غادي تشوفوا طريقة جد سهلة في تحضير الروز المنتفخ أو الروز المقرمش، يعني لوغي سوفلي. طريقة جد سهلة بسيطة وفي رمشة عين يكون عندكم جاهز. وغادي تشوفوا أيضا كيفاش حولته لسيغيال. سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. هذا هو الروز اللي نحتاجوه باش نصنعوا لوغي سوفلي ولا الروز مقرمش. الروز اللي يجي فور، يعني ضروري استعمال هذا النوعيه باش تنجح لكم الوصفه. وغادي تشوفوا طريقتين في تحضير الروز المقرمش، اما تقلوه في الزيت او تحمصوه في المقلاه. وغادي تشوفوا معايا طريقتين في هذا الفيديو. سنحتاج الى كميه تاع الروز كما راكم تلاحظوا، وضعتها في سنيوه، نحيت لها لكن هناك شويه حجره. يعني هذه الطريقه ما غاديش نغسلوا الروز مباشره، غادي نقلوه، لانه كاين طريقه ثانيه تغسلوا الروز من بعد طيبوه شويه وتغسلوه مليح وتخلوه ينشف عده ايام ولا تنشفوه في الفرن. الطريقتين جربتهم، لقيت الطريقه الاولى اللي ما تغسلوش فيها الروز نتيجه احسن. بالنسبه لطريقه التحضير هي جد سهله. هذه كميه تاع الروز اللي استعملتها كما راكم تلاحظوا، هذه الغرفيه ما عمرتهاش كامل، وهنايا في الكاسروله راني واضعه كميه تاع الزيت، لكن لازم تخلوه يسخن جيدا. وغادي نقوموا تجربه، غادي نوضعوا حبه تاع روز، الا شفتوها بالخف طلعت للمساحه ولات سوفلي، هنايا تعرفوا باللي الزيت راه جاهز كما راكم تلاحظوا في الصوره. ولا شفتوها قعدت في القاع، يعني الزيت مازال ما سخنش، يعني ما غاديش ينجح لكم الوصفه لو كان ما يكونش الزيت ساخن. ثاني عاودت وضعت قطعه اخرى، شوفوا كيفاش طلعت بالخف وانتفخت، يعني الزيت هنا راه جاهز. واذا كان عندكم الترمومات درجه الحراره بالتقريب غادي تكون 210 درجه مئويه، يعني درجه حراره مرتفعه. الان غادي نبداو نقلو في الروز، وماذا بكم نقلو بكميه قليله باش تتحكموا مليح في الكميه تاع الروز. هنايا غادي نوضع فقط ملعقه كبيره. المره الاولى قليت فقط ملعقه كبيره، لكن من بعد وليت نقلي بزوج ملعقتين كما لاحظتوا. غير وضعتها مباشره انتفخ وصعد الى المساحه العلويه. هنايا تنزعوا بواسطه صفايه تحديد كما راكم تلاحظوا، هذا هو الشكل النهائي. وتكملوا بنفس الطريقه حتى تكملوا الروز تاعكم. كما هنا لاحظتوا وضعت ملعقتين كبار، وهذا الروز المقرمش ما غاديش يشرب الكثير من الزيت. هنايا من قلعته مباشره وضعته في سنيوه، كنت واضعه فيها الورق اللي يمتص الزيت باش هذاك الزيت اللي راه في هذيك الصفايه يقطر تما وما يقعد ليش في القطع. هنايا كما راكم تلاحظوا ايضا وضعت زوج ملعقتين، شوفوا كيفاش يطلع بسرعه، وهنا بسرعه ثاني نتوما قلعوا. غير تشوفوه كاع انتفخوا نسوه من مقلاه. بالنسبه للطريقه الثانيه، يعني ما غاديش نقلوه، غادي نحمصوه فقط. هنايا المقلاه وضعتها فوق النار ولازم تكون ساخنه جدا قبل ما توضعوا الروز. مين تسخن لكم مليح عاد وضعوا الروز، وضعوا ماذا بكم بكميه قليله باش تتحكموا فيه. من بعد كنتوا تحركوا مره على مره، لازم تحركوا هكا باش الحراره هذيك توشي جميع القطع، من بعد يولي يطرطق لكم كيما المايس كما غادي تلاحظوا في الصوره. شوفوا كيفاش القطع راهم يطردكوا. وهذه الطريقه غادي تطلب لكم وقت كبير بالنسبه للطريقه نتاع القليب، يعني الا حضرتوا كميه كبيره هنايا غادي تطلب وقت باش تتحصلوا على الروز المقرمش. هذه هي الكميه اللي راكم تلاحظوا فيها اللي تحصلت عليها فقط بغرفيه غير مملوءه. غادي الان تشوفوا كيفاش حولته لسيغيان. وهذا الروز المقرمش تقدروا تستعملوه في تحضير عده حلويات، وتقدروا ايضا تزينوا به الحلويات. بالنسبه للسيغيال هنايا كميه نتاع روز مقرمش، غادي نضيف لها السكر الناعم، والكميه تاع السكر الناعم على حسب الذوق نتاعكم. الا شفتوه مازال خاصه السكر تقدروا تضيفوا له، ماذا بكم غربلوه باش ما يقعدلكمش حبيبات. غادي تخلطوا جيدا، من بعد غادي توضعوه في بلاطو، وهذا البلاطو راني واضعه فيه ورق الطهي، لاننا من بعد غادي ندخلوه للفرن باش يدي اللون الذهبي الفاتح. وهذه كميه اخرى تاع روز مقرمش غادي نحضر بها سيغيال بذوق الشوكولا. اضفت السكر الناعم واضفت ايضا بودره كاكاو او شوكولا على شكل غبره تجي مره. اذا كانت عندكم شوكولا حلوه، يعني شوكولا على شكل غبره حلوه، ما توضعوش السكر الناعم، وضعوا فقط هذيك الشوكولا وخلطوا مليح. وكما لاحظتوا اضفت ايضا العسل باش يتكرمل لي مليح، وتقدروا في مكان العسل وضع الكراميل، والكميه ايضا اختياريه. بعد هنا ايضا وضعته في البلاطو وزعتها مليح، وهنايا ورق الطهي ضروري باش من بعد الروز ما يلصق لكمش في السنيوه.
من بعد غادي نوضعوا السكر العادي، غادي نرشوا شويه فوق الروز المقرمش، وغادي ندخلوه للفرن باش من بعد هذا الروز يدي اللون ذهبي فاتح ويقعد مقرمش. بعد غادي نسخنوا الفرن درجه حراره العاديه 180 درجه مئويه، ما يعادل 350 درجه فارنهايت، وغادي نشعلوا عليه فقط من الفوق، وغادي نخلوه داخل الفرن لمده 15 دقيقه باش هذاك السكر يتكرمل. كما راكم تلاحظوا في الصوره، انا 15 دقيقه وخرجته من الفرن. من بعد غادي تخلوه حتى يبرد تماما، وغادي تحتفظوا به في بلارات، والاستهلاك نتاعه مثل لي سيريال، يعني تقدروا تضيفوا له الحليب وتستهلكوه. وهذا الروز المنفوخ او لو ري سوفلي تقدروا تحضروا به عده وصفات اخرى ان شاء الله تشوفوها معايا. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم. وهذا تلبيه لطلبات بعض الاخوات، نقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.